أعلن مجلس الشيوخ في جلسة طارئة تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني. وخلال الجلسة التي عقدت لمناقشة تداعيات الحرب على غزة، أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إدانة المجلس لهذه الحرب واعتبارها حرب إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا تشنها القوات الإسرائيلية على شعب غزة الأعزل المحاصر، مشيرا إلى رفض المجلس لسياسة تهجير أبناء غزة من أرضهم ووطنهم، ويدعو المجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى إدانتها. كما يدعو المجلس والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من مصر والعالم إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية القاسية التي يعيشها أهالي القطاع. كما دعا مجلس الشيوخ الشعب المصري بكل طوائفه إلى التكاتف صفا واحدا خلف رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة. ومجلس الشيوخ إذ يجتمع اليوم في أول جلسة طارئة لمناقشة تداعيات تلك الحرب لرفضها ورفض سياسة تهجير أبناء غزة من أرضهم ووطنهم، ويدعو المجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى إدانتها واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يدعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في حماية الشعب الأعزل وفي حماية الأمن والسلم في هذه المنطقة خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين ولن ينجو منها أحد. كما يدعو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من مصر والعالم إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية القاسية التي يعيشها أهالي القطاع. ومجلس الشيوخ يدين تلك الحرب فإنه يؤيد ويدعم فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني. ويدعو مجلس الشيوخ الشعب المصري بكل طوائفه إلى التكاتف صفا واحدا خلف فخامة السيد رئيس الجمهورية